إلى ذلك أنهت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن بحسب بيان. وحسب وكالة الأنباء السعودية، قرر التحالف إنهاء مشاركة دولة قطر بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن، ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الإنقلابية في اليمن، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب.